فالقرآن آمر وزاجر، حد فيه الحدود وسن فيه السنن وضرب فيه الأمثال وشرع فيه الدين، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأراضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية الكريمة يمكن أن يتحدث فيها على مستويات. تارة يتحدث فيها على مستوى علم الكلام، وأخرى يتحدث فيها على مستوى علم الفقه، وثالثة يتحدث فيها على مستوى علم الأخلاق. والحديث في كل جملة بل في كل كلمة من هذه الآية طويل. نتوقف عند قوله تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هنا أكو نقطة دقيقة نبدأ بها شوي، ركزوا ثم ننتقل لبعض النقاط بين فقهية وأخلاقية. ماذا تريد أن تقول الآية الشريفة؟ هنا ثلاث مفردات: الفحشاء، المنكر، البغي. فلننتخب أحدها كي البحث يصير أسهل. هل الآية الشريفة تريد أن تقول كل منكر وكذلك كل فحشاء كل بغي؟ هل الآية الشريفة تقول كل منكر فهو منهي عنه، أو تعكس تقول كل منهي عنه فهو منكر؟ نقطة دقيقة لطيفة مفيدة مثمرة، هم في علم الكلام هم في علم الفقه كما سيتضح إن شاء الله، بس أصل البحث ركزوا عليه. هناك فرق بين الطرفين، يعني بين أن تعقد القضية من هذا الطرف أو من ذاك الطرف. مثلا تارة تقول كل من زارك فعلمه، هذه تختلف عما لو عكست بأن تقول كل من علمك فزره، وهي تختلف. كل من زارك فعلمه، فأنت تترصد من يزورك، فإذا زارك فعلمه. إذا عكسنا كل من علمك فتترصد من يعلمك فتزوره، فتصير موارد الافتراق من الطرفين كثيرة جدا. مثال آخر نحوره: تارة تقول كل بيضة بيضية، بيضية الشكل يعني، تارة تقول كل بيضي الشكل بيضة، يختلفان، هذا الثاني غلط الأول صحيح. ما تقدر تقول كل بيضي الشكل بيضة، هواي أشياء أكو بيضية الشكل، الكرة الأرضية كما يقال ليست كروية وإنما هي بيضية الشكل، مو مثل الكرة وإنما كالبيضة. إذن المعادلة تختلف جدا فيما إذا قلبت موضع المحمول مع الموضوع. الآية الشريفة ماذا تقول؟ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يريد أن يقول كل فحشاء ومنكر وبغي منهي عنه، أو يقول تعالى كل منهي عنه هو فحشاء ومنكر وبغي؟ الأمر كلش يختلف، كلاميا يختلف وفقهيا يختلف. إذا قال الشارع كل منكر وكذلك أخويه إن صح التعبير،
إذا الشارع قال كل منكر فهو منهي عنه، هذا هو يفيدنا فقهيا. شلون كل منكر؟ كل ما كان أي شيء كان منكرا عرفا فهو منهي عنه شرعا. فإذا احنا شفنا في الخارج فتشي يصدق عليه المنكر فورا تشمله الآية الشريفة، مثل أحل الله البيعة، كل بيع معنى أحل الله البيع، هكذا كل بيع أحله الله، مو كل ما أحله الله هو بيع. أحل الله البيع هذا المتعلق، أحل الله البيع، فالحل انصب على البيع، إذن المحور هو البيع، فكل ما صدق عليه أنه بيع فهو حلال. وهيجي فيما نحن فيه وينهى، نفس الوزان، أحل الله البيع وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فالمنكر متعلق النهي، فكل ما صدق عليه أنه منكر فهو منهي عنه، فراح يفيدنا في دليل فقهي جديد على تحريم المنكرات الشرعية والمنكرات العرفية، يعني المحرمات الشرعية أقصد، يعني كل ما ثبت أنه حرام شرعا هذا يصير دليل جديد له، كالكذب، الكذب من المحرمات الشرعية لا شك فيه، وقد اختلف الفقهاء في الدليل على حرمة الكذب، فجاءوا بآيات وروايات، لكن ذي الاستدلال بها مخدوش لا إطلاق لها كما فصلنا في كتاب الكذب، الكذب ومستثنياته، لأن ذي الآيات في افتراء الكذب على الله وما أشبه، ليست في مطلق الكذب. فنحن طبعا من الضروريات حرمة الكذب لا كلام فيه، الضرورة طبعا دليل لبي. فنأتي، هناك بحث مفصل ما هو الدليل على حرمة الكذب بعد التسالم عليه بدون كلام، من الأدلة اللي لم يذكروها، وأنا راجعت الجواهر أيضا كلها حسب البحث الموجود كي أجد أنه هل تمسك صاحب الجواهر في الجواهر بأكمله بهذه الآية الشريفة، لم أجده يتمسك، مع أن الآية صريحة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، قد يتمسك مستدلا، قد يتمسك رادا، ما بيشكال، يعني يقول وجه الاستدلال بهذه الآية هو هذا ورده هو هذا، أن الآية من هذه الجهة تتكلم كما أوضحنا أو من تلك الجهة تتكلم، لعل الكتب الأخرى فيها شيء استدلال ما صار بعد أبحث، لكن الجواهر اللي بحثنا به، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن الآية الشريفة إذا كانت تقول المنكر منهي عنه، الموضوعات ملقاة إلى العرف، وليس لفظ المنكر من دائرة الحقيقة الشرعية، لم يقل أحد بأن الفحشاء حقيقة شرعية، المنكر حقيقة شرعية، البغي حقيقة شرعية، البغي يعني الفساد ويعني الظلم والعدوان كما فسر في كتب اللغة، الفحشاء يعني تجاوز الحد كما فسر في كتب اللغة أيضا، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فإذا كان مدلول الآية الشريفة كل منكر فهو منهي عنه شرعا، يعني كل منكر عرفا راح يصير هكذا، أو على احتمال آخر واقعا كما سبق تفصيلها، أن المحتملات في مثل هذه الآية ثمانية وليست اثنتين. الآن نختصر مبني على البحث السابق، كل منكر واقعي فهو منهي عنه شرعا، وذهن العرف يكون مرآة للمنكر الواقعي، العقلاء العقل يكون مرآة للمنكر الواقعي، وكذلك لو قلنا بأن العرف هو ملقى إليه الكلام كما هو كذلك، فالمراد بالمنكر كالمراد بالبيع في أحل الله البيع هو المنكر العرفي وليس الواقعي أولا وبالذات. إذا استدللنا، إذا قلنا بأن الآية الشريفة من هذا الطرف تتكلم وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أي كل منكر كل بغي كل فحشاء فهو منهي عنه، إذا هذا قبلناه، يعني قلنا بأن معنى الآية الشريفة هكذا، سنستفيد فائدة كلامية، هذا البحث المعروف، هذا البحث المعروف ستكون هذه الآية من الأدلة عليه، البحث المعروف هو أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات، وأن الشارع الأقدس حيث رأى مفاسد في المتعلقات حرم،
ورأى مصالح ملزمة في المتعلقات أوجب. هذه الآية تصير من الأدلة على ذلك، ولم أجد في استقراء ناقص طبعا من تطرق لهذا الاستدلال، مع أن الآية كلش واضحة بناء على تفسيرها بهذا النحو. وينهى، ينهى عن شنو؟ عن الفحشاء. المتعلق إذا كان فحشاء ينهى عنه، إذن الحكم تابع لمفسدة في المتعلق. ينهى عن ماذا؟ عن المنكر. فتعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، بل نقول هنا دليل على العلية لمطابقة الارتكاز لذلك. فدمر العلة مجهولة لدى العقل، فدمر معلومة. هذا من المستقلات العقلية، أن الفحشاء قبيح، أن المنكر قبيح، أن البغي قبيح، بل نستطيع أن نقول حتى بدون الاستعانة بقاعدة الملازمة بأنه محرم. إذا استعنا بقاعدة الملازمة فواضح، وإن لم نستعن فالأمر كذلك. إذن هذه الآية ستفيدنا على مستوى علم الكلام أيضا، لكن على مستوى علم الفقه شلون أيضا راح تفيدنا. ستفيدنا بأن المقياس هو كون الشيء منكرا، فما وجدناه منكرا فهو محرم وإن لم يرد به نص. مثلا كي يخرج البحث عن التجريد التدبري وكمسألة يعني كلامية أو فقهية، على سبيل المثال الوالد رحمة الله تعالى عليه سئل هذه المسألة فأجاب، لعله بهذه الآية أو بغيرها، لعله استدل بهذه الآية. الفقه يتميز على الجواهر بأنه تقريبا حوالي 1000 آية شريفة جعلها مورد الاستناد في استنباط الحكم الشرعي. المعروف أن آيات الأحكام هي 500 آية. الفقه وسع في دائرة ما يستنبط من الآيات الأخرى الشريفة الحكم الشرعي بهذا النحو بذاك النحو. نقول هذه الآية من الآيات، فسؤال هذه المسألة أنه هل يجوز للرجل أو للمرأة أن يلبس أو أن تلبس ملابس لاصقة؟ يعني مرأة المفروض أن تتستر وأن تتحجب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. تلبس ملابس ضيقة جدا تكشف عن مفاتنها، هي ساترة لكن تكشف الحجم. يقول ما يجوز، هذا منكر، مو لازم يكون دليل خاص شرعي، منكر هذا عند المتشرعات منكر بلا شك. تلبس نايلون وفرضه يكون أيضا لا يكشف اللون، نايلون غامق يعني، ملابس نايلون لكن ملتصقة بالبدن جدا، لا يجوز. يكفي أن نستدل بهذه الآية الشريفة. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. في مثال ثاني، لأن صار هذا الملاك بعد، وينهى عن الفحشاء، يعني كل ما هو فحشاء، كل ما هو بغي، كل ما هو منكر ينهى الشارع عنه. مثال ثاني، لباس الشهرة المشهور حرمته، مما يمكن أن يستدل به عليه هو هذا، وهذا يصير مجمع بحث فقهي وأخلاقي في الوقت نفسه. يعني مثلا أفرض تاجر يلبس ملابس طباخ ويطلع على الشوارع، فإذا كان لباسه شهرة في ذاك البلد، إذا في بلد من المتداول الملابس متقاربة ومتشابهة، لكن إذا كان للطباخين لباس خاص وقت الطبخ يعني، فتلبسه شخصية محترمة وتأتي إلى الشارع، لباس الشهرة منكر. فيكفي الاستدلال، كل ما صدق عليه أنه منكر عرفا، هذا مورد الكلام، فهو متعلق النهي في هذه الآية الشريفة. فكل لباس شهرة، بعض رجال الدين لعله يشوف أنه شنو الداعي لأن يتقيد بهذه الملابس المبارك، فيخرج حينا بهذا الملبس ويخرج حينا بذاك الملبس ويلبس شكلا ويلبس شكلا، كل ما صدق عليه أنه لباس الشهرة فإنه ودخل في دائرة المنكر فإنه محرم استنادا لهذه الآية ورأي المشهور في المقام. إذن الآية الشريفة تارة تتحدث من هذا الطرف، تقول وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أي كل منكر وفحشاء وبغي فهو منهي عنه. فالفائدة الكلامية تترتب، الفائدة الفقهية تترتب. تارة الآية بالعكس تقول، خلني نشوف ماذا تقوله. الصورة الأولى كل منكر فهو منهي عنه، الصورة الثانية كل منهي عنه فهو منكر، هذا ما راح يفيدنا.
إذا الآية كانت تعكس المعادلة تقول كل منهي عنه فهو منكر، نسلم على الرسول، كل ما ورد إلينا من الشارع نهيون فهو منكر، ما نقدر نقيس على موارد أخرى. إذ ملاقات الشارع لا نعرفها، وما أعطانا الملاك إلا نهيه، لم يعطنا إلا نهيه كملاك. إذا كان يقول أكرر كل منهي عنه يعني شرعا فهو منكر طبعا نسلم، لكن أنا أستطيع بأنه أجيب أشياء أخرى أدرجها، لم يقل كل منكر فهو منهي عنه على الصورة الثانية، قال كل منهي عنه فهو منكر. فأنا أجي أضيف دوائر جديدة، لا أستطيع أن أضيف دوائر جديدة قياسا، إذ جعل المنطلق المنهي عنه، فأنت شوف شنو الشارع نهى عنه أعرف أنه منكر على الرأس والعين، لا تستطيع أن تلحق أشياء أخرى بما فيما لم يرد فيه نهي. أما إذا كانت الآية كل منكر فهو منهي عنه فنستطيع نقول كل شيء صدق عليه عرفا أنه منكر فهو منهي عنه. مرة أخرى أكرر حتى تخلون المسألة ببالكم جيدا، المثال واضح، أحل الله البيع، يقول كل بيع فهو حلال، مو يقول كل حلال فهو بيع، فالمدار البيع، كل ما صدق عليه عرفا أنه بيع فهو حلال. إذن هذا هو البحث الأول اللي يحتاج إلى مزيد تدبر. ظاهر الآية الشريفة ما هو؟ هل كل منكر فهو منهي عنه وكل فحشاء وكل بغي، أو ظاهرها العكس كل منهي عنه فهو منكر؟ الأول بوضوح، لأن هذا صار هو المتعلق، وينهى عن شنو المتعلق؟ الفحشاء، فأنت تمسك بالفحشاء، فإذا وجدته عرفا فحشاء فقد نهى عنه، فكل فحشاء فهي منهي عنه. وينهى عن الفحشاء والمنكر، تمسك بالمنكر يعني تمسك في كشف الموضوع، موضوع الحق، فكل ما هو منكر فهو منهي عنه طبيعيا. فهذا هو البحث الأول، وله مزيد كلام لعله شوية في الورقة نكتبه. نجي نتوقف عند المفردات وإن كنا أشرنا لبعضها، مفردة الفحشاء، مفردة المنكر، مفردة البغي. وأكرر بأنه ليس القصد هنا حصر الدليل بهذه الآية، بل نقول أن هذه الآية الشريفة إما تصلح دليلا آخر، يعني أكو أدلة، فنضيف دليل آخر على حرمة بعض المحرمات، وإما إذا لم يكن هناك دليلون فتكفي هذه الآية دليلا كعنوان الضرر، إذا أصبح شيء ضرريا فإنه يحرم الاقتحام فيه، وإن لم يكن هناك عنوان خاص في مورده، العنوان الخاص كالغيبة والتهمة. إذن الفحشاء منهي عنها، من مصادق الفحشاء هو الغيبة، واضح يعني الأدلة العامة الموجودة حول الغيبة والخاصة ولا يغتب بعضكم بعضا، ومنها أنه فحشاء تجاوز الحد، المؤمن له حرمة، فلا يجوز لك أن تهتك حريمه وأن تتجاوز حدك وحقوقه، لا يجوز لك ذلك. فإذن الغيبة هو من مصادق الفحشاء، من مصادق المنكر، من مصادق البغي. مع الأسف فاكهة بعض المجالس أضحت الغيبة، إيش يستطيبونها مع أنها لعل في الرواية هكذا إدام كلاب أهل النار، لعل الرواية هكذا في بالي أن الغيبة إدام كلاب أهل النار. الآية الشريفة تصلح دليلا جديدا، لكن نأتي إلى موارد أخرى إضافة إلى ما ذكرناه. من الأمثل على ذلك معادات الرجال، هاي أيضا ظاهرة كثيرة منتشرة في المجتمع. إذا سبني زيد شنو الحكم الشرعي؟ فإنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب، مو أكثر من هذا. لكن في كثير من الناس إذا سبه رجل يسب 10 مرات، إذا سبه بسبة أو مسبة ضعيفة يسبه بمسبة قوية، ما يجوز شرعا، لازم بنفس المقدار، إذا قال له يا كذا نفس يا كذا يكررها له، هذا لو كان مستواه أخلاقيا ليس بذلك المستوى. وأن تعفو أقرب للتقوى، لا يجوز لك إذا للإنسان إذا سبه شخص أن يزيد على سبابه كميا وكيفيا إطلاقا، وإلا فإنه فحشاء تجاوز الحد. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أيضا في المجتمع الآن، في بعض المجتمعات، في بعض الناس، من المتداول أنه إذا زيد سبه
يسب أخاه أو ابنه أو ابن عمه أو من ما يجوز شرعا، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، إنما هو سب بالسب، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل، المثلية العرفية كما وكيفا، لا يجوز له أن يزيد. إذا جرحه مع إذن الحاكم الشرعي على رأي منصور في القصاص يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي على رأي مجموعة من الفقهاء ونحن لهم تبع. فإذا جرح يده فله أن يجرح يده بمقدار ما جرح من يده، لا شوية الشق الجرح يكون أعمق ولا يكون أطول. إذا أفرض صفعه صفعة يجوز له أن يصفعه الصفعة في نفسه، يعني لازم يدقق أن هذه الصفعة لا تتجاوز الحد، لا تكون فحشاء، مو أنه صفعه صفعة متوسطة فيصفعه صفعة أقوى، ما يجوز. وعادة الإنسان عندما تنفلت أعصابه يجاوز الحد، فعليه أن لا ينتقم في تلك اللحظة، ينتظر يهدأ مع إذن الحاكم الشرعي بدون إذن الحاكم الشرعي على القولين. فإذا بعد ذلك كان مصرا على الانتقام وعلى رد العدوان بالمثل فله أن يرد بنفس المقدار كما وكيفا. ينهى عن الفحشاء والمنكر، إذن معاداة الرجال، مقابلة سباب الرجال، هجوم الرجال، واحد اغتابني، واغتابني مرة واحدة، مو اغتاب 10 مرات، اغتابني في مجلس به 5 أشخاص، مو اغتابه في مكان آخر به 500,000 شخص، ما يجوز فحشاء هذا. كل شيء بقدره، فمن اعتدى عليكم، هاي الثقافة مو موجودة في المجتمع مع الأسف في كثير من الناس. إذا سب سب يزيد، إذا اغتابه بعد خلاص يكسر الحرمات كلها، اغتاب غيبة، أنت مغتاب غيبة فرضا لو جاز، ما يجوز طبعا اغتابك أن تغتابه إلا بمقدار ما قالته الآية الشريفة، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ذاك المقدار لا أكثر. اغتابك في مجلس به 5 أشخاص فرضا يجوز لك أنه في نفس ذاك المجلس فرضا، يعني تدافع عن نفسك تغتاب فرضا، نقول أؤكد على كلمة فرضا. أيضا هذا من النماذج. النموذج الآخر، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. النموذج الآخر للفحشاء، وقد يكون نموذجا للمنكر وقد يكون نموذجا للبغي، يعني نموذج للثلاثة أو لبعضها يكفي. التقديس أكثر من الحد الطبيعي، خارج إطار الضوابط الشرعية. نحن عندنا المعصوم معصوم، كم معصوم عندنا؟ 14 معصوما ولا غير، فلهم القدسية الكاملة، ولهم الحصانة الإلهية الكاملة، ولهم النور الذي لا تشوبه شائبة بدون كلام. لكن ما عدا ذلك الكل يدخل في دائرة وجوب النهي عن المنكر، هذا الكلام، لذا قلنا في دائرة إطار الأحكام الشرعية. أما أن أقدس تقديسا أعمى زيدا أو عمرا أو بكرا أو خالدا قريبا أو غير قريب شرعا ما يجوز، في مقابل أدلة النهي عن المنكر. كثير من الناس هكذا يتعصبون لصاحبهم، قد يكون صاحبه أباه، وقد يكون مرجع تقليده، وقد يكون قائده في الحزب، وقد يكون أي ما يكون، الضوابط الشرعية جاري، مرجع التقليد مقدس له قدس له طهارة له نزاه، المعلم مقدس له قدس طهارة نزاه، كل بقدره، الوالد الوالدة الكل يعني بحسب درجاته له قدس بهذا المعنى، له نزاهة له طهر فيما نرى له فيه الطهر كما هو واضح. لكن إذا أفرض أبي ارتكب محرما كالغيبة وأنا علي أن أنهى عن المنكر، طبعا الطريقة تختلف، مو كلامنا في الطريقة، كلامنا في أصل يجب النهي عن المنكر. ولا يصح ولا يجوز شرعا أن يكون التقديس لغير المعصوم مرادعا ومانعا عن النقد الموضوعي البناء الذي قصد به وجه الله، ما يجوز ذلك. إذا فعلت ذلك ذلك البعيد فقد تجاوز الآية الشريفة، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا التقديس في مقابل أدلة النهي عن المنكر فحشاء، يعني تجاوز عن حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوا، هذا حد لله لا يجوز لي أن أتجاوزه، لأنني أحب الطرف الآخر جدا، ولأنني أراه في مصاف أرفع مني، قد يكون جدا أرفع مني بالفعل، لكن ليس معصوما. فإذا وجدت بيني وبين ربي أن هذا الشخص قد أخطأ
قد ارتكب، فعلي أن أنهى عن المنكر طبيعيا إذا كان له عذر فبينه وبين ربه، هذاك بحث آخر. إذن الآية الشريفة تعطينا مقياسا عاما في كيفية العلاقة مع الآخر، وينهى عن الفحشاء، كل ما صدق عليه عرفا أنه فحشاء فهو منهي عنه، كل ما صدق عليه عرفا أنه منكر أو أنه بغي فهو منهي عنه. من الأمثلة الأخرى، الأمثلة كثيرة، نكتفي بمثال آخر وننهي البحث. هذا البحث الفقهي اللي مرة طرحناه الآن مزيان تخلوه في البال. هناك تاجر معين وله صديق منافس، علم بأن هذا التاجر لو سافر إلى بغداد مثلا وتاجر بتلك التجارة المعينة، اشترى البضاعة المعينة الكذائية، فإنه سيخسر. يعني كانت عنده معلومات أكثر من ذاك التاجر بأن هذه السيارات ستهبط قيمتها، صاحبه يوهمه، يوهم صاحبه بأن السيارات سترتفع قيمتها. هو عنده معلومات بأن الدولة مثلا ستبيح وستجيز استيراد السيارات، فإذا أجازت استيرادها الأسعار تنخفض لأن العرض يكثر، وإذا منعت بالعكس يرتفع. ذاك الآخر لا يعرف المعادلة، فهذا يجي يغريه بالجهل، يقول له بأن السيارات سترتفع قيمتها، هو يدري ستنخفض. فهذا التاجر المسكين يخلي كل ثروته، نصف ثروته، ربع ثروته في ذاك الأمر ثم يخسر. هذا جائز شرعا له مو جائز؟ هنا بحثان، واحد جائز شرعا أو لا، اثنين البحث في الحكم الوضعي أنه ضامن أنا أو لا. السيد الوالد قدس سره يطرح مسألة الضمان صناعيا، لا أتذكر فتوى ماذا يقول، لكن صناعيا يقول بأنه ضامن لأن هو السبب، والمباشر مغرر به والمغرور يرجع إلى من غر. فأكو بحث، بحث الضمان، ليس كلامنا الآن عن الضمان، إنما الكلام عن الحرمة. بلا شك هذا فحشاء، بلا شك هذا منكر، أن يغرر بمؤمن كي يخسر بضاعته، كي يخسر ثروته، أن يغرر به ما يجوز شرعا، فإنه منكر، فإنه فحشاء وتجاوز للحد، وإنه بغي أيضا، البغي يعني الفساد يعني الظلم. إذن الآية الشريفة هذه بمفردها تكفي دليلا على حرمة أشياء كثيرة مما لم ترد أو متعددة بعناوينها في الروايات الشريفة. وللبحث صلة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.